موقع حصص أونلاين، نضع العلم بين يديك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. منرحب فيكم طلابنا طالباتنا الفرع العلمي جميعا مع مراجعة، معكم طبعا أستاذ جمعة عياش من موقع حصص أونلاين، مع مراجعة للوحدة الرابعة، أيوة، لمادة التكامل، وحدة التكامل، تمام. هل هذه المراجعة إن شاء الله رح تكون عندي وحدة التكامل، رح نعطي فيها 90 سؤال ضع دائرة، 90 سؤال ضع دائرة، ورح نغطي فيها إن شاء الله يعني ما نسبة 90% من المادة. أنا بعطيك أقل نسبة، أقل شيء من الأفكار بغطي فيها 90%، أقلها. بجوز طالب يحضر عندي المراجعة يقول يا أستاذ أنت ما خليت ولا فكرة لا صغيرة ولا كبيرة إلا حطيت عليها مثال، بس إحنا إن شاء الله بنعطيك نسبة 90%، بدناش نقول لك أكثر من هيك، تمام؟ تمام، فتابعوا معنا. نبدأ معاكم الآن في السؤال الأول، لأنه كثير من الطلاب يتساءل أستاذ إذا إجت أسئلة الوزارة ضع دائرة. بقول له طيب، في مواضيع كثيرة الطلاب حابين يحذفوها لحالهم، مثل أستاذ المساحة، كيف بده يجيني السؤال بالوزارة المساحة المحصورة بين 3 اقترانات، بده رسم وبده شغل، ضع دائرة. يا سلام، احنا رح نجاوبك عن هاي الأسئلة. فهذه المراجعة بتعلمنا كيف ممكن أي إشي يجي عليه سؤال ضع دائرة، تمام؟ تمام. في مواضيع معينة في التكاملات، الكوكتيل هذا تعويض، بعدين بقلب على كسور جزئية، بقلب بعدين على أجزاء، يعني أكيد لا يصلح سؤال ضع دائرة. فنتروى شوية ونبلش معاكم الآن في أول الدروس. أول الدروس ما كان فيها طرق تكامل، كلياتها قواعد جاهزة، كلها قواعد جاهزة. طيب نبدأ الآن بالقواعد الجاهزة. مسألة رقم 1، جد تكامل 4 على الجذر 5 ل5س ناقص 1. زي ما أنتم شايفين تطبيق مباشر، يلا هذا السؤال تطبيق مباشر. على أي قاعدة بنحل؟ هلا اللي تحت الجذر اقتران خطي، 5س ناقص 1، ما دام اللي جوا الجذر اقتران خطي إذا بنحل على قاعدة خطي مرفوع لقوة. وما قاعدة خطي مرفوع إلى قوة؟ أيوة أذكرك فيها. يا أستاذ، طيب ألف سين زائد باء وسنون، إذا عندنا اقتران خطي مرفوع لقوة، القاعدة تقول بنزيد على القوة 1 نون زائد 1، وبنقسم على نون زائد 1، وبنضرب أو بنقسم على معامل سين. معامل سين ألف بقسم على ألف، طبعا زائد جيم ثابت، التكامل غير المحدود. إذا بنزيد على الأس 1 وبنقسم عليه، وثم نقسم على معامل سين اللي هو ألف. هذا الحكي إذا نوع الاقتران اللي داخل القوس خطي، خطي عليه قوة، له قاعدة بالتكامل. طب يا أستاذ، هذا اللي أنت معطيني إياه مش على هاي الصورة، ما أنت بدك تزبطه. الآن أول خطوة تجهيز للتكامل، يلا تعال نعمل خطوة التجهيز. جهزه أستاذ، ما المقصود بجهزه؟ جهزه يعني بدك تكتب التكامل على صورة القاعدة مشان تقدر تطبقها. يلا، تجهيز للتكامل، تكامل ما راحت الإشارة، الداخل على الخارج، 5س ناقص 1 أس 5، هنا في قوة 1 بس لا تكتب، ما أنتوا عارفين. إذا هذا لما نحوله بصير قوة 1 على 5، ارفع لي إياه للبسط. لما بنرفعه للبسط منغير إشارة الأس، الأربعة بنزلها ضرب، يلا 5س ناقص 1، الخمس بصير -5 بدال السين. هاي خطوة التجهيز، انكتب على صورة القاعدة ثم نكامل. يلا كامل لي اياه. ثابت مضروب باقتران زي قواعد الاشتقاق، بننزل الثابت وبنكامل الاقتران. كيف اكامله؟ على القاعدة، بزيد على القوة 1، يلا -5 زيد لها 1، -5 زيد لها 1، يلا 4 على 5. أستاذ عندك طريقة سريعة لزيادة الواحد؟ نعم، تحب تحفظها؟ البسط زائد المقام
على المقام، أنا بستعملها للكسور. البسط زائد المقام ناقص واحد زائد خمسة أربعة على خمسة. بالاشتقاق بقينا القوة ننقص منها واحد، كنا نقول البسط ناقص المقام على المقام، هنا بنزيد واحد، البسط زائد المقام على المقام. الآن على أربعة على خمسة، القوة أربعة على خمسة. الآن اقتراح، بدل ما نقسم على أربعة على خمسة الأسرع أضرب بمقلوب القوة، خمسة على أربعة أسرع لك. أنا هاي بستعملها بالكسور، في حالة الكسور بدل ما نقسم على القوة لا منضرب، بس ما بضرب بالقوة، مقلوبها خمسة على أربعة. وأوعك تنسى معامل سين، معامل سين خمسة، أها نقسم على معامل سين حسب القاعدة. والله في اختصارات حلوة، شوف بتروح الأربعة بالبسط مع أربعة بالمقام، كمان بتروح الخمسة بالبسط مع الخمسة بالمقام. طبعا لا تنسوا هنا في زائد جيم، تكامل غير محدود. انتهى الحل، الجواب خمسة سين ناقص واحد قوة أربعة على خمسة زائد جيم. دور على الجواب، مش موجود، عادي زبط الجواب. كيف؟ منرجعه لجذر. يلا بصير خمسة سين ناقص واحد، يلا حوله لجذر، الداخل على الخارج، الداخل أربعة على الخارج خمسة، يعني الجذر الخامس لخمسة سين ناقص واحد قوة أربعة زائد جيم. لا تقول لي هاي الإجابة مش موجودة، دور عليها. يلا الجذر الخامس لخمسة سين ناقص واحد قوة أربعة، يا عيني الإجابة باء، أيها انتهى حل السؤال. تمام أستاذي؟ تمام التمام. فالخطوة الأولى كانت تجهيز، المقصود بالتجهيز كتابة التكامل على صورة القاعدة. هلأ أنا بدي أطبق قاعدة، معناته التكامل لازم يكون مكتوب على صورتها، حولناه من جذر لكسر ورفعناه للبسط، صار على صورة خطي مرفوع لقوة وكاملناه، ثابت مضروب باقتران، بنزل الثابت وبكامل الاقتران. زيد على القوة واحد واقسم عليها واقسم على معامل سين، بدل ما نقسم على القوة ضربنا بمقلوبها، أنا بستعملها بالكسور. تمام يا أستاذ. مسألة رقم اثنين، يلا جيب تكامل جيب السين زائد اثنين جيب ثلاثة سين جت الثلاثة سين. تمام، هلأ أنا بعرف أن التكامل يوزع على الجمع، هذا بنكامله لحال وهذا بنكامله لحال. طيب الأولاني مشكلته محلولة، تكامل الجيب سالب جتا، تكون حافظهن. أيوة تكامل الجيب سالب جتا، تكامل الجتا جيب، تكامل القاطع تربيع ظل، تكامل القتا تربيع سالب ظتا، تكامل القاطع في الظل قاطع، تكامل القتا في الظتا سالب قتا. وفي عندك أربعة بحاجة لاستبدال، جماعة الاستبدال يستبدل بمتطابقة، جيب تربيع جتا تربيع ظل تربيع ظتا تربيع. الجيب تربيع يستبدل بنص، افتح قوس واحد ناقص جتا اثنين سين، الجتا تربيع نص افتح قوس واحد زائد جتا اثنين سين، الظل تربيع يستبدل بقاطع تربيع ناقص واحد، الظتا تربيع يستبدل بقتا تربيع ناقص واحد. يجب استبداله بمتطابقة، بعديها بكامله. شو بعرفني انه بده استبدال؟ اربعة شلت الاستبدال، جيب تربيع جتا تربيع ظل تربيع ظتا تربيع. تمام نرجع لسؤالنا. طب يا أستاذ هذا تكامل الجيب سالب جتا، طب وهذا؟ طبعا التكامل ما انتم عارفين لا يوزع على الضرب، في بينهم ضرب، التكامل يوزع فقط على الجمع والطرح. أستاذ هذا شو حل مشكلته؟ الإشارة بينهما ضرب، الجيب مضروب بالجتا والزوايا مختلفة. هذا يا محترمين له قانون. أي قانون أستاذ؟ يعني عليك في ثلاث قوانين للزوايا المختلفة، جيب الألف ضرب جتا الباء، بدك تكون حافظه، نص افتح قوس جيب المجموع زائد جيب الفرق ألف ناقص باء، قانون جيب ضرب جتا، نص افتح قوس جيب المجموع زائد جيب الفرق، مجموع الزاويتين طرح الزاويتين.
وإذا إجاني جتا بجيب الضرب تبديلي، بروح بعكسها جيب بجتا. وفي قانون ما هي مراجعة لجتا بجتا، جتا الألف في جتا الباء، نص جتا المجموع زائد جتا الفرق. وفي قانون كمان لمين؟ لجيب ضرب جيب، جيب ضرب جيب، اللي هو ناقص نص جتا المجموع ناقص جتا الفرق. تمام يا أستاذ. فهي القوانين الثلاث بدي أكون حافظها، متى نتذكرها؟ للزوايا المختلفة، جيب مضروب بجتا، جتا مضروب بجتا، جيب مضروب بجيب، والزوايا مختلفة، تكون حافظ هاي القوانين. تعال نستعمله هناك. يلا إذا تعالوا نعمل تجهيز، لسه أنا ما كملت. يلا تكامل جيب السين بنزله، مش بكامله لأني عامل خطوة تجهيز، زائد اثنين بنزل، جيب ضرب جتا طبق لي القانون. يلا اللي هو القانون الأول، نص هاي نص، افتح قوس، جيب المجموع ألف زائد باء، اجمع الزاويتين، ثلاثة سين زائد أربعة سين سبعة سين، زائد جيب الفرق. يلا ألف ناقص باء، ثلاثة سين على الترتيب ناقص أربعة سين سالب سين. أها بدك تمشي على الترتيب، مش لما نطرح نأخذ الزاوية الكبيرة ناقص الصغيرة، لا، ألف ناقص باء، ثلاثة سين ناقص أربعة سين سالب سين. وأنا بعرف إنه طبعا اثنين مع اثنين بتروح، اثنين اثنين راحت. أوكي الآن السالب بطلع برا الجيب، بالجتا يهمل. يلا بصير عندي تكامل، لساتني بجهز، لسه ما كاملت، زائد جيب سبعة سين، طلع لي السالب برا، ناقص جيب السين. يا سلام، سلم على الحبايب. ليش يا أستاذ؟ لأنه في اختصار، أنت مش منتبه، بيروح الجيب مع السالب جيب. يا عيني، شو صفة جوا التكامل؟ صفة تكامل جيب سبعة سين، تكامل جيب سبعة سين على القاعدة، هذا إله قاعدة، معامل سين سبعة مقلوبه واحد على سبعة، مقلوب معامل سين، هذه بدل القسمة، بدل ما نقسم على معامل سين أنا بضرب بمقلوبه، تستخدم إذا كانت الزاوية خطية. وتكامل الجيب سالب جتا، هاي سالب جتا لنفس الزاوية زائد جيم، بس ابحث عن هاي الإجابة، ناقص واحد على سبعة جتا السبعة سين زائد جيم، والله أنا شايفها ألف، هاي ألف. بس دي فرجيكو شغلة، طالب كامل قال الجيب تكامله السالب جتا وما قسم على معامل سين، ما قسم على سبعة، يعني ما ضرب بواحد على سبعة، هاي الإجابة دال، شايفينها؟ هاي الإجابة غلط. فأنت أي غلط بتقع فيه موجود بالخيارات، فبدأ أكون دقيق، بدأ أكون مركز 100% أستاذ. تمام تعال نشوف الآن مسألة رقم ثلاثة، يلا الصفحة اللي بعديها، مسألة رقم ثلاثة، ما تكامل اثنين جيب تربيع السين على واحد زائد جتا اثنين سين؟ حلو، لاحظ هون الزوايا مختلفة، هون هاي سين وهذه اثنين سين، يوجد علاقة الضعف، إذا في عندي متطابقة، هاي جتا اثنين سين متطابقة، وهاي المتطابقة إلها ثلاث أشكال، جتا تربيع ناقص جيب تربيع، اثنين جتا تربيع ناقص واحد، وعندك واحد ناقص اثنين جيب تربيع. أستاذ أي شكل نختار؟ اختار شكل بحيث أنك تتخلص من الواحد، علشان أتخلص من الواحد الشكل المناسب اثنين جتا تربيع ناقص واحد، إذن هذه عبارة عن اثنين جتا تربيع متطابقة ناقص واحد، بيروح الواحد مع السالب واحد، إيش بيظل تحت؟ اثنين جتا تربيع، صح، شغلك تمام. هلأ في طريقة ثانية اللي هي أنا محفظ طلابي بصراحة
محفظهم متطابقتين مشان ما يشتغلوا هذا الشغل. ايش هن المتطابقتين؟ هيهن: واحد زائد جتا الالف، ومحفظهم واحدة ثانية واحد ناقص جتا الالف كاملة. شو يا استاذ؟ الواحد زائد جتا الالف اثنين جتا تربيع، الزاوية تقسيم اثنين، الزاوية اللي بعطيك اياها قسمها على اثنين. واحد ناقص جتا الالف اثنين جيب تربيع، الزاوية مقسومة على اثنين. جاهزة على السريع. تبعت الزائد اثنين جتا تربيع، تبعت الناقص اثنين جيب تربيع. هلا اللي بيحفظ هذول الثنتين اسرع لك. ليش يا استاذ؟ طلع لك ابدا حله. اذا هذا يساوي تكامل اثنين جيب تربيع على، يلا انا بدي اخذها كامله، يلا واحد زائد جتا اثنين سين كامله عباره عن اثنين، هاي اثنين جتا تربيع، الزاويه تقسيم اثنين. احفظها بالكلمات، الزاويه اللي عندك هاي قسمها على اثنين، ها ألف بتصير ألف على اثنين، اثنين سين تقسيم اثنين فيها سين، خلص دال السين. مش أسرع لك؟ آه والله يا أستاذ، خلص كاملة. فالواحد زائد جتا الألف اثنين جتا تربيع ألف على اثنين، الواحد ناقص جتا الألف اثنين جيب تربيع ألف على اثنين، الزاوية اللي معاك قسمها على اثنين. تمام، اختصر يا أستاذي. بيروح عندك الاثنين بالبسط مع الاثنين بالمقام، ثم الجيب على الجتا ظل. طب الجيب تربيع على الجتا تربيع، ظل تربيع ابدال السين. والظل تربيع من جماعة الاستبدال، هذا ما له قاعدة جاهزة، هذا يستبدل بمتطابقة استبدال. شلة الاستبدال أربعة، احفظ أشكالهم: جيب تربيع، جتا تربيع، ظل تربيع، ظتا تربيع. طب استاذ بايش يستبدل؟ يستبدل يا محترم ب قاطع تربيع ناقص واحد. هل هذا الاستبدال حل مشكله بالتكامل؟ نعم، لانه هذول لهم قواعد. ما تكامل القاطع تربيع ظل، القاطع تربيع تكامل ظل ناقص تكامل الواحد سين، وهي زائد جيم. اين الاجابه الصحيحه؟ ابحث. ظل السين ناقص سين زائد جيم، الإجابة الصحيحة جيم. تمام، 100% أستاذ. حلو، تعالوا نشوف الآن مسألة رقم 4. مسألة رقم 4، ليش هنا خليها الإجابة جيم. طيب مسألة رقم 4، حكينا جيت تكامل اثنين على خمسة ناقص جتا تربيع ناقص خمسة دال السين. طيب طلع لي على المقام، شو ممكن نعمل؟ الخمسة عامل مشترك، شو بستفيد؟ تقلب لمتطابقة. يلا اثنين على الخمسة عامل مشترك قوس، بظل جتا تربيع ناقص واحد في دال السين. هلا هاي متطابقة، بقول لك بتخطرش ببالي، اسمعني يا ابني، هاي الأشكال دير بالك عليها. واحد ناقص جيب تربيع، أو جيب تربيع ناقص واحد، أو العكس، واحد ناقص جتا تربيع، أو العكس جتا تربيع ناقص واحد. هذول المتطابقات، هذول الأربعة متطابقات، النجايات من متطابقة جيب تربيع زائد جتا تربيع بيساوي واحد، هاي المتطابقة الرئيسية. طيب الواحد ناقص جيب تربيع جتا تربيع، الواحد ناقص جتا تربيع جيب تربيع، لما تجيك بالعكس جيب تربيع ناقص واحد بدل جتا تربيع سالب جتا تربيع، جتا تربيع ناقص واحد بدل جيب تربيع سالب جيب تربيع. أنا جاية بالعكس، ضربنا بسالب. بس ارجع للسؤال، جتا تربيع ناقص واحد متطابقة، ولكن جاية بالعكس بدل جيب تربيع سالب جيب تربيع. حط السالب مع الخمسة إعادة ترتيب
وهي جيب تربيع. يا عيني عليك. تمام. الآن لما يكون الاقتران المثلثي بالمقام، ارفعوا للبسط. رفعوا للبسط نستخدم المقلوب. مقلوب الجيب قتة. لو كانت جتة مقلوب الجتة قاطع. الاقتران المثلثي لما يكون بالمقام وبدي أرفعه للبسط بستخدم المقلوب. مقلوب الجيب قتة. مقلوب الجتة قاطع. تمام. طالب يقول لك طب خليه تحت. خليه تحت شو عمل فيه؟ أستاذ استبدله بمتطابقة. الجيب تربيع من جماعة الاستبدال. غلطان أنت، لأنه بعد الاستبدال بدي أكامله. هل هذا لو استبدلته بمتطابقة نص في واحد ناقص جتا اثنين سين، هل بعديها بقدر أكامله؟ لا، لأنه يقع بالمقام، والتكامل لا يوزع على القسمة. بقدرش أكامل البسط لحال والمقام لحال. فتذكر إني أنا لما بعمل استبدال بعديها بكامل، لأنه يقع بالمقام. لو عملنا الاستبدال على الفاضي ما رح نقدر نكامله، فلذلك استخدم المقلوب. يلا رتب. 2 على سالب 5 سالب 2 على 5. مقلوب الجيب تربيع قتا تربيع. والله القتا تربيع له قاعدة. شوفوا علي أنا الاقترانات المثلثية بقسمها إلى الوصايا العشرة بعدد أصابعك. الوصايا العشرة، هذه الوصايا العشرة تنقسم إلى قسمين، 6 الحبايب 6 الحبايب و4 استبدال. 6 الحبايب قوانين جاهزة، قواعد جاهزة، اللي هن 6 زي اسمك بتكون حافظهن. تكامل الجيب سالب جتا، تكامل الجتا جيب، تكامل القاطع تربيع ظل، تكامل القتا تربيع سالب ظتا. إذن هاي من 6 الحبايب. تكامل القاطع في الظل قاطع، تكامل القتا في الظتا سالب قتا. هذول 6 الحبايب. وعندي 4 استبدال، جيب تربيع، جتا تربيع، ظل تربيع، ظتا تربيع. أنا هيك بشتغل مع الاقترانات المثلثية. الوصايا العشرة، 6 حبايب قواعد جاهزة، و4 بدهم استبدال. بعد الاستبدال بكامل. تمام يا أستاذي. يلا، ما تكامل القتا تربيع سالب ظتا. طب هذا سالب ظتا وهو خلقه معاه سالب، بصير موجب 2 على 5 ظتا سين زائد جيم. ابحث عن هذه الإجابة، 2 على 5 ظتا زائد جيم، الإجابة الصحيحة باء. تمام يا أستاذ. يلا نشوف الآن مسألة رقم 5. تكامل 1 ناقص 2 جيب السين على 1 ناقص جيب تربيع السين. في شيء بلفت نظرك؟ بس بلفت نظري إذا أنا حافظ متطابقات. يا جماعة، يا أخوان، يا صبايا، يا شباب، راي على الامتحان، حضرت عطوفته، مش حافظ متطابقات، شو رايح تساوي؟ ما في شيء رح يجذبك أصلا. احفظ، في شغلات بدها حفظ. هالمتطابقات هربتوا منها من الفصل الأول، لحقتكوا على الفصل الثاني. أبدا، قلناكوا احفظوهم من البداية. طيب، 1 ناقص جيب تربيع لفت انتباهي، هذه متطابقة، هذه جتا تربيع حكينا عنها قبل شوي. إذا بتصير المسألة 1 ناقص 2 جيب على جتا تربيع السين. ذهب. تبع الفكرة، المقام حد واحد. لما بيكون المقام حدا واحدا وحيد ما فيش غيره، الفكرة توزيع البسط على المقام. وزع البسط على المقام يا أستاذي. متى هاي الفكرة ده تخطر ببالي أوزع بسط على مقام؟ ما نعطيتك المقام حد واحد والإشارات في البسط جمع طرح. وزع البسط على المقام، السؤال بتقطع بتجزأ. يلا، بصير عندي تكامل 1 على جتا تربيع ناقص 2 جيب على جتا تربيع. قمنا بتوزيع البسط على المقام. حلو، أعطيها استبدال ولا مقلوب؟ أستاذ مقلوب. طب ليش؟ أستاذ لو عملنا لها استبدال منقدرش نكاملها، إحنا بنستبدل عشان نكامل لأنها تقع بالمقام. أستاذ هذه منعطيها فكرة المقلوب. يلا، وما مقلوب الجتا تربيع قاطع تربيع ناقص 2 نزله جيب عجتا تربيع،
يلا يا علمي. الجيب على الجتة تربيع عبارة عن ظل في قاطع. إيه وهاي كيف صارت يا أستاذ؟ هسه بحكي لك كيف صارت. طيب الآن الجيب على الجتة تربيع. الجتة تربيع جزأناه حللناه. جتة في جتة، هاي جتة في جتة، الجتة الثانية افصلها بصير واحد على جتة. حللنا الجتة تربيع جتة جتة، الجيب على الجتة ظل والواحد على الجتة قاطع. تمام، قلبت على القواعد، قلبت على ست الحبايب يا حبيب حبيبة. خلينا نكمل يا أخوان. يلا هاي ست الحبايب، لما بقول لك ست الحبايب إلها قاعدة إلها قانون بكون حافظه. القاطع تربيع تكامل ظل ناقص اثنين. ما تكامل القاطع في الظل؟ قاطع الضرب تبديلي، ظل قاطع ولا قاطع ظل؟ القاطع بالظل تكامله بعطيني قاطع زائد جيم. ابحث عن هاي الإجابة، ظل ناقص اثنين قاطع زائد جيم. ظل ناقص اثنين قاطع زائد جيم، الإجابة باء. شوف كيف باقي الإجابات قريبة من بعض. طلع شوف هون، هون مش حاط لك اثنين، هون حاط لي زائد، ديروا بالكم. تمام يلا نشوف الآن السؤال اللي بعده. هاي الصفحة انتهت، رقم خمسة. الآن مسألة رقم ستة. يلا تكامل واحد على جتة تربيع ناقص جتة أس أربعة. يلا طلع لي على المقام، شو الإشي اللي جذبك بالمقام؟ أستاذ ولا إشي. إذا ما في إشي جذبك السؤال بنحلش، دير بالك. والله يا أستاذ شو ممكن نعمل؟ إيش الحركة الرابحة اللي ممكن تعملها؟ إني أخذ الجتة تربيع عامل مشترك، عندي جتة تربيع وجتة أس أربعة. يلا الجتة تربيع عامل مشترك قوس، جتة تربيع على جتة تربيع واحد، جتة أس أربعة على جتة تربيع بظل جتة تربيع 100%. تمام. طب بعد ما خدنا الجتة تربيع عامل مشترك شو استفدنا؟ القوس متطابقة، الواحد ناقص جتة تربيع جيب تربيع، إذن واحد على جتة تربيع مضروب بجيب تربيع. يا سلام. تمام علمي، ديروا بالكم على هذا المفتاح لا تضيعوه. لما يكون الجيب مضروب بالجتة، ركز معي شو بحكي. لما يكون الجيب مضروب بالجتة، هلأ الجيب اثنين جيب جتة، هذه عبارة عن جيب ضعف الزاوية. اثنين جيب جتة هي جيب اثنين سين. إذا ما في الرقم اثنين، هذا الجيب مضروب بالجتة نص جيب ضعف الزاوية، يعني ضربنا طرفي المعادلة بنص. تمام، فخذ لك المفتاح لا تضيعه. إذا كان الجيب مضروب بالجتة لشارة بينهم ضرب والزوايا متشابهة، تذكر إنه هذا يساوي نص جيب ضعف الزاوية. ولما نحكي الضعف أضرب الزاوية باثنين، إذا سين بتصير اثنين سين، إذا ثلاث سين بتصير ستة سين، لما بلمها وبجمعها بضربها باثنين. طلعوا لي هون، أنا خرجت عن الخط مش مشكلة. جيب خمسة سين، جتة خمسة سين، المفتاح. الإشارة بينهما ضرب، إذن الجيب مضروب بالجتة، الزوايا متشابهة، هذا اللي جذبني، خمسة سين خمسة سين، إذن هاي متطابقة، نص جيب ضعف الزاوية أضرب باثنين، خمسة باثنين، إذن هذا نص جيب العشرة سين. تمام هيك أستاذ؟ تمام. متى نتذكره؟ إذا الجيب مضروب بالجتة والزوايا متساوية فهو نص جيب ضعف الزاوية. أستاذ اتفقنا. هلا اللي بدي إياه منكم، لما يكون عليه تربيع، لما يكون عليه تربيع، تمام، لما بيكون الجيب مضروب بالجتة زي هاي المسألة، الزوايا متشابهة ولكن عليه تربيع، برضو متطابقة نص جيب ضعف الزاوية، ولكن كيف نحل مشكلة التربيع هاي؟ هذه مشكلة التربيع بسيطة، بنسحب التربيع، منشيل التربيع عن الجتة والجيب وبنعطيه للكل، يعني بصير عندي كالتالي.
نص واحد على عفوا أيوة، هذا عبارة عن جتا جيب أو جيب جتا سين. حكينا الضرب تبديلي جيب السين جتا السين الكل تربيع. تمام. طب ليش عملت هيك؟ عشان أضبط لك إياها على صورة المتطابقة. الجيب مضروب بالجتا والزوايا متشابهة، إذن هذه متطابقة نص جيب ضعف الزاوية. يلا واحد على نص جيب، أضرب الزاوية باثنين سين بتصير اثنين سين الكل تربيع 100%. حلو، فك التربيع، نص تربيع ربع، واحد على ربع، والجيب يصبح جيب تربيع اثنين سين 100%. مقلوب الربع واحد تقسيم ربع، بده يصير عندي أربعة، هاي أربعة. مقلوب الجيب تربيع زي ما اتفقنا، ما نعمل له استبدال لأنه بالمقام، أعطيه مقلوب ارفعه بصير قتا تربيع الزاوية اثنين سين. حلو، قلب على ست الحبايب، إله قاعدة، لا تنسوا معامل سين يا جماعة، الطلاب بنسوا معامل سين بالامتحان. معامل سين اثنين اضرب بنص، يعني اقسم على اثنين، أربعة على اثنين. وما تكامل القتا تربيع سالب ضتا، هاي سالب وهي ضتا لنفس الزاوية زائد جيم. سالب أربعة اثنين، جواب نهائي سالب اثنين ضتا اثنين سين زائد الجيم. ابحث عن هاي الإجابة، سالب اثنين ضتا اثنين سين زائد جيم، الإجابة باء 100%. أستاذ لاحظوا فرع جيم، سالب ضتا اثنين سين زائد جيم. أيوة، اللي ما انتبهش للثوابت اطلع على ألف بالله، سالب أربعة يعني هون طالب كامل بس ما قسم على معامل سين، بطلع معاه سالب أربعة ضتا بوز المدفع. الإجابات دقيقة، سؤال الضع دائرة بده تركيز. تمام يا أستاذ، شوف هذا السؤال علمني حاجات حلوة. جيب مضروب بجتا، زوايا متشابهة، هذه متطابقة، نص جيب ضعف الزاوية، نص جيب ضعف الزاوية. طب عليه تربيع تربيع، يا أخي شيل التربيع واعطيه للكل، بصير عندك متطابقة، نص تربيع ربع والجيب جيب تربيع، استعملنا مقلوب وكملناه. تمام يا أستاذ. طيب نشوف الآن مسألة رقم 7، تكامل. هذا تكامل محدود من 0 لـ 4، واحد على واحد زائد جيب السين دال السين، هذا تكامل محدود. المقام واحد زائد جيب، شوف لما بيكون المقام واحد زائد جيب أو واحد ناقص جيب بالمقام، أعطيها مرافق، المرافق بيقلب لك إياها لمتطابقة. إذا كان المقام واحد زائد أو ناقص جيب، أعطيها مرافق، والعكس صحيح. طب افرض المقام جيب ناقص واحد، برضو مرافق، العكس صحيح، روح أعطيها مرافق، بتصير تكامل. لا تنسى أن التكامل محدود من 0 لـ 4. يلا واحد على واحد زائد جيب ضرب، المرافق اعكس الإشارة. يلا واحد زائد جيب، واحد ناقص جيب على واحد ناقص جيب، هذا هو المرافق. طبعا ضربنا البسط والمقام، يلا اضربهن ببعض، البسطين ويساوي تكامل من 0 إلى π/4، واحد في واحد ناقص جيب، واحد ناقص جيب، واحد ناقص جيب في واحد ناقص جيب، مربع الأول ناقص مربع الثاني لأنهم مترافقين، تربيع الأول ناقص تربيع الثاني. الواحد ناقص جيب تربيع متطابقة، جتا تربيع، بتصير تكامل من 0 لـ π/4، واحد ناقص جيب مقسوم على جتا تربيع. والله هاي أخذنا زيها قبل شوي، شو فكرتها؟ المقام حد واحد، وزع البسط على المقام بتجزأ، بس بدي أختصر بالكتابة. ليش؟ لأنه الفكرة تكررت. يلا وزع لي البسط على المقام، الواحد على الجتا تربيع،
الواحد على الجتة تربيع بعطيني قاطع تربيع ناقص. اللي بعده الجيب على الجتة تربيع ظل في قاطع، لأن الجيب على الجتة حكينا ظل بظل واحد على الجتة اللي هو قاطع، وهيك قلب على ست الحبايب. يلا قلب على القوانين، القاطع تربيع تكامل ظل، هاي ظل ناقص ما تكامل القاطع في الظل قاطع، ما في زائد جيم محدود، المحدود بدك تعوض حدود التكامل، وجواب المحدود ثابت. يلا تعويض الباي على 4، قوس ظل الباي على 4 ظل 45 ناقص قاطع الباي على 4، ظل 45 1 ناقص قاطع الباي على 4. القاطع مقلوب الجتة، جتة 45 1 على جذر 2. طب القاطع مقلوب الجتة، اقلب الجواب بصير جذر 2. هذا تعويض الحد الأعلى. هسا ناقص تعويض الحد الأدنى، تعويض الصفر، ظل الصفر صفر ناقص قاطع الصفر، القاطع مقلوب الجتة. طيب جتة الصفر 1، طب الجتة 1 شو رح يكون القاطع؟ 1 مقلوب الواحد 1، هاي 1 بس. دخل السالب على القوس، الناقص 1 بتصير موجب 1، جمع الحدود 1 زائد 1 2 ناقص جذر 2، إذن جواب نهائي 2 ناقص جذر 2، الإجابة الصحيحة جيم 2 ناقص جذر 2. نشوف مسألة رقم 8، يا عيني عليك، إذن الفكرة كانت مرافق، تكامل من باي إلى 2 باي، الجذر التربيعي لواحد ناقص جتا 2 سين مقسوم على 2. يلا شو يلا يا أستاذ، أعطيتك المفاتيح بس لا تضيعها، المفاتيح هنا في متطابقة. الآن الواحد ناقص الجتا، قلت لكم في ثنتين لو تحفظوهن أحسن، واحد ناقص جتا الألف، أيوة شو هاي، 2 جيب تربيع ألف على 2، تبعت الناقص تعطيك جيب، تبعت الزائد تعطيك جتا، شو رأيك هاي أسرع لنا؟ والله يا أستاذ، وبصير إني أستعمل جتا ضعف الزاوية تمام، أما هاي أسرع لك، تكامل من باي لاثنين باي. يلا الجذر التربيعي واحد ناقص جتا 2 سين 2 جيب تربيع، الزاوية 2 سين قسمها على 2 بتصير سين، ألف بتصير ألف على 2، 2 سين قسمها على 2 بتصير سين على 2. يا سلام، 2 بالبسط مع 2 بالمقام، ما الجذر التربيعي للجيب تربيع، بيروح التربيع مع الجذر بعطي قيمة مطلقة، في طلاب ما بيستعمل مطلق دير بالك، بيروح التربيع مع الجذر بقلب لقيمة مطلقة، المطلق بده إعادة تعريف، ولكن إذا بتستعمل ذكائك ما بتعيد تعريفه. أستاذ كيف أستعمل ذكائي؟ اطلع لي على الفترة من باي لاثنين باي، من باي لاثنين باي، من 180 ل360، معناته الزاوية سين تقع إما بالربع الثالث أو بالربع الرابع، من 180 ل360 تشمل ربعين ثالث رابع، طب سواء ربع ثالث ولا ربع رابع، ربع ثالث أو رابع، شو بيكون إشارة الجيب؟ سالبة، إذن هذا إشارته سالب، ليش؟ الفترة من باي لاثنين باي. طب لما يكون اللي جوا المطلق سالب شو بنعمل فيه؟ يضرب بسالب، إذن يصبح تكامل من باي إلى 2 باي، الجيب بصير سالب جيب إبدال السين. أستاذ عيد اللي حكيته، حاضر، من باي إلى 2 باي الزاوية تقع إما ربع ثالث أو رابع، إشارة الجيب بالثالث والرابع سالب، إذا اللي داخل المطلق سالب، أنا قاعد بعيد بتعريفه على فكرة، هسا أنت على خط الأعداد، المطلق لما نعيد تعريفه في حالتين، إن كان موجبا
تبقى القاعدة نفسها، جيب بظل جيب. طب إذا طلعت الإشارة سالبة يضرب بسالبة، منعكس إشارته. طيب من باي لاثنين باي الجيب سالب، إذا كان اللي داخل المطلق إشارته سالبة يضرب بسالب، فالجيب بصير سالب جيب. وصلت يا أستاذ؟ طب أستاذ افرض أنه هذا له احتمالين، يعني افرض أنه الفترة من صفر لاثنين باي الأرباع الأربعة، طب ممكن موجب ممكن سالب، هذيك الساعة لازم نعيد تعريفه وبطلع له قاعدتين وبتجزأ. وصلت يا أستاذ؟ يلا، تكامل الجيب سالب جتا مع سالب موجب جتا. آها، السالب طير السالب، حدوده من باي لاثنين باي، عقبال ما نقول له باي باي. طيب يلا، ويساوي تعويض لاثنين باي، عوض اثنين باي، 360 جتاها واحد، اي واحد ناقص تعويض الباي، جتا الباي، جتا 180 سالب واحد، واحد زائد واحد اثنين، انتهى. استاذي تفضل. طب واللي عنده مشكلة مش حافظ جتا اثنين باي وجتا الباي؟ على الكبسولة. اني كبسولة استاذ؟ على دائرة الوحدة، بتحط النقاط الاربعة، واحد صفر صفر واحد سالب واحد صفر وصفر سالب واحد، وكل زوج يمثل جتا جيب، وبتكون حافظ زوايا المحاور. على السينات الموجب 0 2 باي 0 360، على الصادات الموجب 90 باي على 2، على السينات السالب باي 180، على الصادات السالب 270 3 باي على 2. بدي جتا 2 باي، هيها واحد شفتها، بدي جتا الباي، هي موقع الباي، جتاها سالب واحد 100% أستاذ. تمام التمام. طيب نشوف مسألة رقم 9. جد تكامل من باي على 6 لباي على 4، دال السين على ظل السين زائد ضتا السين. طيب كويس. طيب الآن ظل زائد ضتا محطوط بالمقام، شو الحركة الوحيدة اللي ممكن نعملها؟ التكامل لا يوزع على القسمة، بقدرش أكامل كل واحد لحال. أستاذ الكرت الرابح بس إنه هذا الظل نحوله لجيب عجتة، وهذا الضتة نحوله لجتة عجيب. هلا بيجي طالب بسأل، طيب أستاذ شو بعرفني بدي أعمل هيك؟ أحسنت. مرات بقول للطالب فيش إشي ثاني تعمله، يعني هذا السؤال شو عندكم اقتراح؟ شو ممكن أعمل؟ ظلينا ساكتين. طب شو الحركة الوحيدة اللي ممكن تعملها؟ الحركة الوحيدة أحول الظل لجيب عجتة والضتة جتة عجيب. شو فائدة هاي الخطوة؟ بنفتح طريق. أيوة بنفتح طريق. أيوة بتصير عندي تكامل من بايع، فتحنا شغل من بايع ستة لبايع على أربعة، دال السين أو واحد، خلي دال السين هون أحسن لك. يلا الآن الظل جيب على جتة زائد الضتة جتة على جيب. طب شو الشغل اللي فتحناه؟ توحيد مقامات. يلا تكامل من باي على ستة لباي على أربعة، واحد على توحيد المقامات، مقامين قطرين، بضرب المقامين بعدين القطر الأول القطر الثاني. المقامين جتا مضروب بجيب، يلا هاي جتا مضروب بجيب، القطر الأول جيب في جيب، جيب تربيع، القطر الثاني جتا في جتا، جتا تربيع. يا سلام عليك، والله حلوة. بيني وبينكو هذه المسألة حلوة. يلا نتابع، اقلبوه، بصير عندي تكامل. مش ملاحظين انه صحيح في متطابقة؟ وين يا أستاذ؟ هاي أشهر متطابقة، جيب تربيع زائد جتا تربيع واحد، يعني هيك بصير معاك واحد على واحد على جتا جيب أو جيب جتا، ما فرقتش. طيب اقلب لي إياه، بصير تكامل من باي على ستة لباي على أربعة، أيوة جيب ضرب جتا. يا سلام. إذا حولنا الظل جيب على جتا، الضتا جتا على جيب، وحدت مقامات، ضربت المقامين والقطرين، نتج متطابقة واحد. الآن اقلبه، صار تكامل جيب جتا،
هاي متطابقة، الجيب مضروب بالجتا والزوايا متساوية، ما فيش اثنين، معناته هذه نص جيب ضعف الزاوية من باي على ستة للباي على أربعة، نص جيب ضعف الزاوية. الزاوية سين بتصير اثنين سين، خلاص قلب على ستة الحبايب، قلب على القواعد، يلا كامل لي اياه، بصير يساوي معامل سين اثنين قسم على اثنين، يعني اضرب بنص، اضرب بنص وعندك نص بصير ربع. تكامل الجيب سالب جتا، الزاوية اثنين سين محدود من باي على ستة للباي على أربعة، ما ظلش غير تعويض الحدود، تعويض الباي على أربعة ناقص تعويض الباي على ستة. طب الباي على أربعة شو رأيكم؟ اقتراح مش إجباري، السالب ربع خليه عامل مشترك، خليه برا خارج التعويض، لأنك لما تعوض باي على أربعة مضروبة بسالب ربع، ولما نعوض باي على ستة مضروبة بسالب ربع، ريح حالك وخليه عامل مشترك. عوض هون بالجتا، جتا السين باي على أربعة مضروبة باثنين، باي على أربعة باثنين بتصير باي على اثنين ناقص جتا، محل سين باي على ستة، اثنين في باي على ستة بتصير باي على ثلاثة، سكر القوس. الباي على اثنين تسعين، جتاها صفر، هاي ناقص ربع قوس، هاي صفر ناقص. الباي على ثلاث ستين، جتا الستين نص، هاي نص. شو صفى القوس؟ سالب نص، سالب ربع في سالب نص، سالب بسالب موجب، ربع بنص ثمن. إذن الإجابة الصحيحة ثمن، هاي ثمن. طب والطالب اللي حل هذا السؤال كامل وغلط بالإشارة في الأخير قال سالب ثمن، يا حرام راحت عليه. عشان هيك أنا ما بحب تضع دائرة، لأنه طالب ممكن طالب شاطر في الأخير عشان إشارة بضيع. آه والله، عشان هيك أنا مش مع تضع دائرة، لأنه ممكن طالب يلتخم ويقراها غلط ويحط لك سالب ثمن، مصيبة كل اللي اشتغله على الفاضي. بينما لو السؤال كتابي مش ضع دائرة، تعرف لو السؤال عليه ثمان علامات وبالأخير كاتب لي سالب ثمن، بعطيك سبعة من ثمانية، تخسر بس علامة الجواب النهائي. هاي مشكلتنا. تمام. طيب نشوف مسألة رقم عشرة. جد تكامل من ثلاثة لاثنين، قتا تربيع ناقص ضتا تربيع على الجذر التكعيب إلى سين تربيع ناقص ستة سين زائد تسعة. تمام. القتا تربيع والضتا تربيع حبايب، في بينهم علاقة، في بينهم متطابقة. الحبايب ثلاث أنواع، جيب تربيع مع الجتا تربيع بينهم متطابقة، القاطع تربيع مع الظل تربيع بينهم متطابقة، والقتا تربيع مع الضتا تربيع بينهم متطابقة. هذول بس تشوفهم مجتمعين مع بعض اعرف انه في اشي في بينهم متطابقة. طيب الان هذا بيساوي تكامل من ثلاثة لاثنين، القتا تربيع ناقص الضتا تربيع، بعطيك واحد. ايه كيف هيك على السريع؟ انا بقول لك كيف. هسا القتا تربيع عبارة عن ايش؟ واحد زائد ضتا تربيع متطابقة ناقص ضتا تربيع، ضتا تربيع مع سالب ضتا تربيع صفت واحد، فالقتا تربيع ناقص ضتا تربيع واحد، لأن القتا تربيع واحد زائد ضتا تربيع على الجذر التكعيبي. والله أنا هون شامم ريحة عبارة تربيعية مربع كامل اللي جوا الجذر، حللها. سين ناقص ثلاثة، سين ناقص ثلاثة في سين ناقص ثلاثة، سين ناقص ثلاث، سين ناقص ثلاثة تسعة، والمجموع ستة، ثلاثة بثلاث موجب مثل الأوسط سالب سالب. شو بستفيد لما يكون اللي تحت الجذر عبارة تربيعية مربع كامل؟ بقلب لمطلق، بقلب لقيمة مطلقة. كيف؟ أنا بقول لك تكامل من ثلاثة لاثنين، واحد على الجذر التكعيبي، أيوة، سين ناقص ثلاث، لا هذا ما بيقلب لمطلق لأنه هذا جذر تكعيبي مش تربيعي، أنا بعتذر. أيوة أنا غلطت، سين ناقص ثلاث تربيع، لو هذا جذر تربيعي ما فيش ثلاث هذا بصير مطلق. أيوة حوله
الداخل على الخارج. هذا يصبح تكامل من 3 إلى 2. يلا الداخل على الخارج 2 على 3، ارفعوا للبسط تجهيز للتكامل. سين ناقص 3 بدل أس 2 على 3 سالب 2 على 3. 100% أستاذ. تمام. طب أستاذ واللي ما حلله ما بزبط، لأنه اقتران عليه قوة لازم يكون خطي عشان نكامله. هذا تربيعي، تربيعي عليه قوة ما إله قواعد، لازم أحلله. تمام يا أستاذ. طيب نتابع الآن كامل لي. شو بصير؟ خطي مرفوع لقوة، بزيد على القوة 1، سين ناقص 3 ناقص 2، زيد لها 1 بتصير 3. بالكسور بدل ما نقسم على 3 مقلوبه، مقلوب الثلث 3، هيني ضربت ب3 على معامل سين. معامل سين 1 ما بيأثر، لا تهت علي على 1 خلص. محدود من 3 إلى 2. خلصنا تكامل. هسا التعويض. هسا لما نيجي نعوض، إذا الأس كسر ضبطه، حوله لجذر، الداخل على الخارج 3 ضرب الجذر التكعيبي لسين ناقص 3 محدود من 3 إلى 2. لما نيجي نعوض أرقام، إذا الأس كسر حوله لجذر، إذا الأس سالب نزله على المقام بصير موجب تظبيط. تعويض الاثنين، شو رأيك الثلاثة عامل مشترك؟ يلا تعويض الاثنين، 2 ناقص 3 سالب 1، الجذر التكعيبي للسالب 1 سالب 1 ناقص. تعويض الثلاثة 0، هاي 0، 3 في ناقص 1 ناقص 3. هل موجودة الإجابة؟ نعم يا أستاذ، الإجابة ب 100%. تمام يلا مسألة رقم 11. إذا كان ميم، والله هذا السؤال حلو حلو. آي حلو. الحلو لونه أزرق والحلوة لونها أحمر. يلا خليكم معي. إذا كان ميم تكامل من باي على 4 لباي على 2 جتا أس 4 بخوف. طيب نون تكامل من باي على 2 لباي على 4 جيب أس 4، فإن قيمة المقدار ميم زائد نون يساوي. ما طلب مني ميم لحالها ولا نون لحالها، بده حاصل الجمع ميم زائد نون. طيب يا علمي طلعوا لي هون، الميم زائد النون عبارة عن، يلا الميم تكامل من باي على 4 لباي على 2 للجتا أس 4 زائد، عوضت، النون هي تكامل من باي على 2 لباي على 4 لجيب أس 4. تمام عوضنا ميم عوضنا نون. طيب بدنا حاصل الجمع. هلا أنا بعرف أنه التكامل يوزع على الجمع والتكامل يوزع على الطرح. تكامل قاف زائد أو ناقص ها، تكامل قاف زائد أو ناقص تكامل ها. تعالوا نرجع رجوع. يلا تكامل قاف زائد تكامل ها بيرجع أصله لتكامل قاف زائد ها، بس هذا بتطلب شغلة، إنه حدود التكامل تكون نفسها من ألف لباء من ألف لباء. طيب وين المشكلة؟ سؤالنا. يلا المشكلة إنه الحدود طلع عليها، هذه من باي على 4 لباي على 2، هذه من باي على 2 لباي على 4 تقريبا بتشبهها. طب شو رأيكم نقلب الحدود؟ الأدنى يصير أعلى والأعلى أدنى مشان يتشابه مع اللي هون. بس إذا قلبنا الحدود خاصية بنعكس الإشارة، إذا موجب بصير سالب. أي تكامل بتقلب حدوده بدك تعكس إشارته. يلا معناته بصير عندي كالتالي، تكامل من باي على 4 لباي على 2 جتا أس 4، الزائد بصير ناقص، اقلب الحدود، من باي على 4 لباي على 2 للجيب أس 4، وحدنا الحدود. يلا التكامل يوزع على الطرح، رجع لي إياه لأصله. أصله بصير عندك تكامل من باي على 4 لباي على 2. يلا بدل تكاملين بصيروا تكامل 1، جتا أس 4 ناقص جيب
أس أربعة. كانوا تكاملين صاروا تكامل واحد. إذن هون كان في لفتة حلوة، قلبنا الحدود عكسنا الإشارة، اتوحدت الحدود، بدل تكاملين صاروا تكامل. طب أستاذي واضح كيف بدك تكامله؟ مش عارف، هيني قاعد بفكر. لو قلت لك ألف أس أربعة ناقص باء أس أربعة شو ممكن تتحلل؟ فرق بين مربعين، ألف تربيع ناقص باء تربيع، ألف تربيع زائد باء تربيع. حلو، تفضل. جتا أس أربعة ناقص جيب أس أربعة، حللها فرق بين مربعين. إيش تحليلها؟ تحليلها يلا، القوس الأول جتا تربيع ناقص جيب تربيع، والقوس الثاني جتا تربيع زائد جيب تربيع، فرق بين مربعين. اوعى طالب يفكر يشيل الأربعة ويعطيها للكل، أعوذ بالله، الأس ما بتوزع على الطرح. متى بسمح لك تشيل القوة وتعطيها للكل؟ بالضرب والقسمة، جمع طرح لا يجوز. القوة ما بتتوزع لا على جمع ولا على طرح. طيب شو استفدنا من تحليله لفرق بين مربعين؟ والله هاي متطابقة، جتا تربيع ناقص جيب تربيع، هاي جتا ضعف الزاوية، هاي جتا اثنين سين. طب وجتا تربيع زائد جيب تربيع متطابقة اللي هي واحد. يا سلام، هذه متطابقة جتا اثنين سين وهذه متطابقة اللي هي واحد. إذن بصير معانا كالتالي، يلا بصير تكامل ويساوي تكامل من باي على أربعة إلى الباي على الاثنين. يلا، جتا تربيع ناقص جيب تربيع، جتا ضعف الزاوية، جتا تربيع زائد جيب تربيع واحد، هذه مضروبة بواحد بتروح دال السين. والله وصار سؤال عادي كامل. معامل سين اثنين بصير بالتكامل نص، تكامل الجتا جيب ومحدود من الباي على أربعة إلى الباي على الاثنين، عوض حدود التكامل. النص عامل مشترك، خلي النص عامل مشترك، تعويض الباي على اثنين، السين باي على اثنين ضرب اثنين بتصير باي جيب الباي ناقص تعويض الباي على أربعة، اثنين في باي على أربعة بتصير باي على اثنين. تمام، إذا مش حافظهن قلت لك على الكبسولة، اللي حافظهن الله يحييه. جيب الباي صفر، جيب المية وثمانين صفر، جيب الباي على اثنين، جيب التسعين واحد، نص في سالب واحد، الجواب سالب نص. يا عيني عليك، ندور على الإجابة الصحيحة، هل موجودة سالب نص؟ نعم، الإجابة ألف سالب نص، أي الجواب الصحيح. الله يستاذ إنه حلو، نعم السؤال حلو، تمام التمام. طيب نيجي على مسألة رقم 12، يلا. إذا كان نون عدد زوجي فإن قيمة المقدار، نون عدد زوجي، ثلاثة نون زائد ثلاثة على اثنين مضروب بتكامل سينوس نون من سالب واحد دا واحد دال السين يساوي، إيش المطلوب؟ قيمة هذا المقدار. معناته تعال نكامل هذا ونطلع جوابه ونضربه بثلاثة نون زائد ثلاثة على اثنين. يلا أستاذ يلا، ثلاثة نون زائد، الآن بتحس حالك بدك تخربط، أنا بقول لك طلع لي هذا لحاله، شو رأيك؟ آه والله يا أستاذ ناش نخربط مع حضاك، ماشي أنا ما عندي مانع، كامل لي يا طيب. تكامل من سالب واحد لواحد سين أس نون، يلا بنزيد على القوة واحد، نون زائد واحد ومنقسم على نون زائد واحد، تمام، محدود من سالب واحد لواحد. تعويض الحدود، تعويض الواحد، عندما سين واحد، الواحد من عوضه بدل سين، واحد مرفوع لأي قوة بيظلوا واحد، على نون زائد واحد ناقص تعويض السالب واحد، سالب واحد، ركز هسه، قوة نون زائد واحد، النون عدد زوجي، لما بزيد عليه واحد بصير فردي، ناقص واحد مرفوع لأس فردي
بيظلوا سالب واحد. استاذ عيد عيد عيد. اوكي هلا محل سين سالب واحد عليها قوة نون زائد واحد. النون زوجي، طب زوجي زيد عليه واحد، اي عدد زوجي اجمع له واحد بصير فردي. سالب واحد مرفوع لأس فردي بيظل سالب واحد. وصلت يا أستاذ؟ على نون زائد واحد. تمام التمام. طيب المقام موحد، اجمع لي البسطين. واحد ناقص الناقص واحد اثنين على نون زائد واحد. ايش هذا؟ هذا جواب التكامل. هذا جواب التكامل. اضرب لي اياه في ثلاثة نون زائد ثلاثة على اثنين. يلا ثلاثة نون زائد ثلاث على اثنين ضرب. شو طلع جواب التكامل؟ هيو بنفس اللون الأزرق، اثنين على نون زائد واحد. طب أستاذ هذه الإجابة مش موجودة، بدك تبسط. يلا لو رحنا هون ثلاثة نون زائد ثلاث وأخذنا الثلاثة عامل مشترك، بظل نون زائد واحد على اثنين في اثنين على نون زائد واحد. والله لنكيف. ليش؟ بيروح نون زائد واحد بالبسط مع نون زائد واحد بالمقام، كمان بيروح عندك اثنين بالبسط مع اثنين بالمقام. ايه شو ظل عندك جواب؟ الجواب ما ظلش غير ثلاثة. هل الإجابة موجودة؟ نعم الإجابة دل. تمام التمام. الفكرة هون بس، سالب واحد قوة نون زائد واحد، النون زوجي ضيف له واحد فردي، سالب واحد مرفوع لأس فردي بيظله سالب واحد، أما واحد مرفوع لأي قوة بيظله واحد. تمام يا أستاذ. يلا نشوف مسألة رقم 13. مسألة 13 جد تكامل سين تربيع ناقص 4 سين على جذر السين ناقص 2. نعلم أن التكامل لا يوزع على القسمة، بقدرش أكامل البسط لحال والمقام لحال. هل هنالك علاقة اختصار بين البسط والمقام؟ أنا هيك شامريحة، علاقة اختصار بين البسط والمقام زي النهايات، تحليل اختصار في النهايات تعويض، صح؟ بالتكامل تحليل اختصار تكامل، ممكن أحلل واختصر وكامل، هيك منتغلب على عملية القسمة. طب شو في تحليل؟ روح لي على البسط، خد سين عامل مشترك، شو بيظل؟ سين تربيع ناقص 4 على جذر السين ناقص 2 بدال السين. تمام. ثم سين تربيع ناقص 4 حللها فرق بين مربعين. طبعا هذا السؤال اكيد ناقص له شغله هسه بنظبط لكم اياه. طيب أخذنا سين عامل مشترك، أنا آسف. طيب أخذنا سين عامل مشترك، شو بيظل؟ سين ناقص 4. نعم أنا بتراجع على السريع. أوكي سين تربيع ناقص 4 سين، سين عامل مشترك بيظل سين ناقص 4. السين ناقص 4 حللها فرق بين مربعين واختصرها مع المقام. شو تحليلها؟ تحليلها جذر السين ناقص 2 بجذر السين زائد 2 على جذر السين ناقص 2 واختصر. اختصرنا. حلو لغينا عملية القسمة. السين اللي هون دخلها على القوس. كيف يا أستاذ؟ ما هي جذر السين سينوس نص، أضبط لك إياها. سين في سينوس نص زائد 2 جذر السين سين قوة نص. التكامل لا يوزع على الضرب، ادمج ووزع سين على القوس. كيف؟ الأسس بالضرب تجمع، سينوس واحد في سينوس نص سين أس ثلاثة على اثنين زائد سين ضرب اثنين اثنين سين. أيوة هيك منقدر نكامله. سين قوة ثلاثة على اثنين زيد على القوة واحد، ثلاثة واثنين خمسة على اثنين مقلوبها اثنين على خمسة، زائد تكامل اثنين سين سين تربيع على اثنين بيروح مع اثنين. التكامل غير محدود، هي زائد جيم. هل الإجابة موجودة؟ طيب معناته هاي نحولها لجذر. طلع الإجابات في عليها جذر بحولها، اثنين على خمسة
جذر. الداخل على الخارج، الداخل 5 والخارج 2. خلاص الاثنين لا يكتب، معروف جذر تربيعي زائد سين تربيع زائد جيم. هل هاي الإجابة موجودة؟ الإجابة ألف، 2 على 5 جذر سينوس 5 زائد سين تربيع زائد جيم. الإجابة الصحيحة ألف. تمام تمام يا أستاذ، تحليفي علاقة اختصار، حللنا البسط، اختصرنا مع المقام، وقضينا على عملية القسمة. تمام. طيب بدنا الآن نشوف مسألة رقم 14. يلا مسألة 14. الله، هي شايفها صار مالها، عاد سهلة والله، مرات ما يغرك الشكل، كبير قد راسك بس سهلة. شوف علي، الطلالي جوا القوس، شو ممكن نعمل؟ توحيد مقامات. شو؟ توحيد مقامات. لو جينا على هاي ضربناها بسين، وهاي ضربناها بسين، بدي أوحد مقامات، شو بتصير؟ بتصير تكامل سينوس 10 ضرب. يلا المقام صار عندي هيك، 5 سين أوضح لكم على سين تربيع، يلا بزيادة خطوة، ناقص 4 على سين تربيع قوة 5، بس وحدت مقامات. المقام توحد، اطرح البسطين، بصير تكامل سين قوة 10 ضرب. المقام سين تربيع، اطرح البسطين، 5 سين ناقص 4 كله مرفوع للقوة 5 إبدال السين. قوانين الأسس، الأس يوزع على القسمة، الأس بتوزع يا عضرب يا قسمة، جمع طرح لا، وزع لي الأس على البسط والمقام، خلينا نشوف شو بنستفيد، والله لنكيف. تعال وزع الأس على البسط، 5 سين ناقص 4 قوة 5، وزع الخمسة على المقام، سين تربيع سين تربيع قوة 5 سينوس، شو واحد يقول لي 7، يجمعهن هذول بضربهن، قوانين أسس، إذا عندنا أسين بضربهن ببعض. إذا المقام أصبح سين قوة 10. طب ليش والله لا نكيف؟ بتروح سين قوة 10 بالبسط مع سين قوة 10 بالمقام، شو صفة؟ صفة إشي بعرفه، خطي مرفوع لقوة. يلا كامل لي، بزيد على القوة 1، بزيد على القوة 1، 5 سين ناقص 4 قوة 6، وبقسم عليه 6 ومعامل سين 5 هاي زائد جيم. تمام، مش واحد ينهبل ويختصر الستة مع الستة، لا أكيد بتمزح. طيب إذن الجواب 5 سين ناقص 4 قوة 6 على 30، 5 سين ناقص 4 قوة 6 على 30. أنا شايف من عندي الإجابة بقى، هاي بقى تمام تمام. طب واللي نسي يقسم على معامل سين هاي الخمسة بيطلع معها على 6، هيها اتكيفش على حالك لما يطلع معك الجواب، ما إجابات دقيقة أصلاً، هاي الإجابات أخطاء الطلاب اللي ما قسمش على 5 بلقى الجواب. أيوة ديروا بالكم، أسئلة تضع دائرة بدها تركيز. تمام يا أستاذ. طب نشوف الآن مسألة رقم 15. يلا قيمة التكامل من 1 لـ3، 2 سين ناقص تكامل من 0 لـ1، 2 صاد دال الصاد، إذا بتدقق منيح تلقى في قوس كبير، هيو أفرجيكم إياه قد راسك، هيو آخر القوس مكتوب دال السين. آها شو قصدك؟ قصدي إنه في تكاملين، في واحد جوا الثاني، واحد صغير وواحد كبير، لمين الأولوية؟ للصغير. تعال نطلع قيمة هذا التكامل، لأنه هذا التكامل اللي أشرت عليه موجود داخل التكامل الكبير، لأنه هي قوس كبير وآخره دال السين. وبما أن هذا التكامل الصغير الداخلي محدود، جوابه ثابت. اعرف دايما أن التكامل المحدود بيمثل عدد ثابت، كامله وعوض الحدود بطلع جوابه. يلا ناخذه هون على جنب. تعال يا محترم، تكامل من 0 لـ1، 2 صاد دال الصاد، كامل لي، 2 صاد تكاملها صاد تربيع على 2 بتروح مع 2،
محدود من صفر لواحد. تعويض الواحد واحد، تعويض الصفر صفر، الجواب واحد ولا إشي. هذا جواب واحد. هلا شو بنعمل؟ بنرجع للسؤال وبنعوض قيمته، بصير عندي تكامل من واحد لثلاثة. أيوة هاي القوس اثنين سين ناقص، هذا جواب واحد مضروب في الاثنين اللي برا بيظلوا اثنين ابدال السين. خلصنا من التكامل تبع صاد. هسا بدي أكامل بالنسبة لسين، خلصنا من الصغير نشتغل في الكبير. اثنين سين تكاملها سين تربيع، اثنين تكاملها اثنين سين، محدود من واحد لثلاث. تفضل عوض حدود التكامل وحافظ على قواس، خاصة انه عندي اكثر من حد، يعني تعويض الحد الاعلى بين اقواس. طلع كيف الشغل هيك، ناقص تعويض الحد الادنى بين اقواس، هما بيضيعكوا غير الاقواس. يلا تعويض الثلاث، ثلاث تربيع تسعة، اثنين بثلاث ستة. تعويض الواحد، واحد تربيع واحد، اثنين بواحد اثنين، هذا بين اقواس وهذا بين اقواس. تسعة ناقص ستة ثلاثة، هاي ثلاثة، ناقص واحد ناقص اثنين سالب واحد، وفي برا سالب موجب واحد، الجواب أربعة. هل هاي الإجابة موجودة؟ بتستنى فيك، هايها الإجابة جيم أربعة. تمام يا أستاذ. طيب نشوف يا حلوين مسألة رقم 16. جي التكامل من صفر إلى اثنين، أكبر عدد صحيح لسالب سين على اثنين، في الجذر التربيعي لسين تربيع ناقص أربعة سين زائد أربعة. والله ما دام عندي هون أكبر عدد صحيح يجب إعادة تعريفه. طب أكبر عدد صحيح لسالب سين على اثنين بدنا نعمله إعادة تعريف، سوي بالصفر راح يطلع معاك جذره صفر، أي الجذر صفر. واللي بيقول لي كيف؟ مشكلة هاي، سالب سين على اثنين يساوي صفر، اضرب باثنين او بسالب اثنين راح تطلع سين صفر، هذا اللي هو الجذر. لام طول الدرجة، اللام واحد على مطلق معامل سين، معامل سين سالب نص، المطلق بيظل نص، واحد تقسيم نص اقلبها بتصير اثنين، إذن اللام بتساوي اثنين طول الدرجة. طب أنا فترتي من صفر لاثنين، محدود من صفر لاثنين، يلا الاثنين وين بيجي؟ بعد الصفر. يلا زيد لام، صفر زائد اثنين اثنين، بس قاعدة واحدة، هاي القاعدة اللي بتلزمك فقط، ما راح يتجزأ. طيب معامل سين سالب، علشان نجيب القاعدة بنعوض نهاية الفترة، الفترة من صفر لاثنين، نهاية الفترة اثنين، عوض اثنين، سالب اثنين ع اثنين سالب واحد، هاي قاعدته. لو كان معامل سين موجب بنعوض بداية الفترة، بنعوض الصفر، معامل سين سالب عوض نهاية الفترة، بتطلع القاعدة. خلصنا من أكبر عدد صحيح، يعني صارت المسألة كالتالي: تكامل من صفر لاثنين، أكبر عدد صحيح قاعدته سالب واحد ضرب جذر. آها عبارة تربيعية، مربع كامل أخذناها قبل شوي، هذه تحليلها سين ناقص اثنين، مظبوط، بسين ناقص اثنين، يعني سين ناقص اثنين الكل تربيع. آها هنا بيروح التربيع مع الجذر ويعطي قيمة مطلقة، بتصير عندي تكامل من صفر لاثنين سالب واحد في مطلق سين ناقص اثنين. طب والمطلق شو بده؟ إعادة تعريف، مطلق سين ناقص اثنين جذره اثنين، معامل سين موجب، اليمين نفس واليسار عكس، موجب سين ناقص اثنين، طب سالب اثنين ناقص سين بعكس إشارته. حدودك من وين لوين؟ من صفر لاثنين، مش بالضرورة انه يتجزأ، لا يعني انه عليه مطلق او اكبر عدد صحيح انه لازم يتشعب، مش بالضرورة، حسب الفترة، حسب حدود التكامل. محدود من صفر لاثنين، و
والله من صفر لاثنين قاعدة واحدة هيها، في شي غيرها. إذا برجع للتكامل وبعوض قاعدته، سالب واحد ضرب قوس، ما قاعدتي المطلق من صفر لاثنين، القاعدة اثنين ناقص سين. يسلموا. دخل لي السالب على القوس، يلا شو بصير؟ بصير يا أستاذ سالب اثنين زائد سين، أو رتب سين ناقص اثنين. إذا صفى معانا سين ناقص اثنين، تمام كامل لي. تكامل سين، سين تربيع اثنين ناقص تكامل الاثنين، اثنين سين محدود من الصفر للاثنين. تعويض الاثنين، اثنين تربيع اربعة، عثنين اثنين ناقص اثنين باثنين اربعة ناقص تعويض الصفر صفر. هاي صفر صفر صفر، اثنين ناقص اربعة سالب اثنين. جواب نهائي، الإجابة الصحيحة ألف سالب اثنين. إذن هذا التكامل عملنا مراجعة بالمطلق وأكبر عدد صحيح. عبارة تربيعية تحت الجذر التربيعي تقلب دائما لمربع كامل قيمة مطلقة. المطلق عملنا لإعادة التعريف، هل بالضرورة يتجزأ؟ لا، القرار لمين؟ لحدود التكامل للفترة. تمام التمام. طيب تعالوا نشوف الآن مسألة رقم 17. إذا كان تكامل من 2 لباء 2 سين ناقص 3 تساوي 0، جد الثابت باء. بالله هذا الخطأ انتبهوا عليه. أجا طالب بالامتحان قال في خاصية، بقوله أيوة، قال إذا التكامل جوابه 0 فإن الحد الأدنى بيساوي الحد الأعلى، إذن الأدنى 2 معناته باء 2. الإجابة جيم، صفر. غلط. مين قال لك إذا التكامل صفر الأدنى بيساوي الأعلى؟ مين قال لك الحكي هذا؟ الخاصية روحها بلا رجعة. إذا كان الأدنى بيساوي الأعلى من ألف لألف أكيد الجواب صفر، بس العكس غير صحيح. إذا الجواب صفر ليس شرطا، مش بالضرورة الأدنى يساوي الأعلى. أما أنا بحكي لك شغلة، إحدى قيم باء هي الاثنين، من قيم باء 2 لأنه من 2 ل 2 بطلع 0. هذا الاثنين إحدى قيم باء وليس جميع الحلول، هذا أحد الحلول. وصلت يا أستاذ؟ طب أستاذ كيف نطلع قيم الثابت باء؟ كامل كامل وعمل معادلة. يلا 2 سين تكاملها سين تربيع، تكامل الثلاث 3 سين محدود من 2 إلى باء، هذا المحترم بيساوي 0. كاملته 2 سين سين تربيع 3 3 سين. عوض حدود التكامل، تعويض الباء، باء تربيع ناقص 3 باء. ليش كتبنا جيم مش عارف؟ طيب ناقص قلنا 3 باء، هاي 3 باء ناقص تعويض الاثنين، 2 تربيع 4 3 ب 2 6 هذا يساوي 0. تمام. دخل السالب، 4 ناقص 6 السالب 2، وفي برا سالب موجب 2، باء تربيع ناقص 3 باء زائد 2 يساوي 0. معادلة تربيعية ثلاثية الحدود اللي بيحبه قلبك. حلل، باء باء حاصل ضربهم 2 والمجموع 3، 2 في 1 مثل الأوسط سالب سالب، إما باء تساوي 2 أو باء تساوي 1. شوف إحدى قيم باء طلعت 2، ها طلعت 2 من 2 ل 2 أنا معك بعطي 0، بس في قيمة ثانية اللي هي 1، هذا من 2 ل 1 إذا بتكامله كمان بطلع الجواب 0. إذا اللي بيخلي الجواب 0 قيمتين لباء، ل 2 وال 1. الإجابة باء، هيها 1 2 المجموعة 1 2، هذه مش فترة مجموعة. تمام يا أستاذ، ديروا بالكم. طيب تعالوا نشوف مسألة رقم 18. مسألة رقم 18 بتقول لك جد تكامل من 0 ل 2 6 سين تربيع على سين تكعيب زائد 4 دال السين. حلو. الآن لازم نذكرك بشغلة اللي هي قاعدة مهمة في التكامل،
تكامل لام فتحة على لام يساوي لوغاريتم القيمة المطلقة للام زائد جيم. بالكلمات، عندي بسط مقام، إذا مشتقة المقام هيها بالكلمات، أنا حافظها بالكلمات أحسن. إذا مشتقة المقام تساوي البسط، إذا هذا الشرط تحقق جواب التكامل هو لوغاريتم القيمة المطلقة للمقام زائد جيم. طب يا أستاذ، زي هيك قاعدة مهمة، أنا بالامتحان شو بيعرفني أنه هذا السؤال على هاي القاعدة؟ المفتاح، أي تكامل مكتوب على صورة بسط مقام أعطي أولوية التفكير للوغاريتم. جرب الشرط، أنا ما قلت أي سؤال بنحل على اللوغاريتم، لا، أعطي الأولوية. عندي تكامل على صورة بسط مقام، افحص هل مشتقة المقام تساوي البسط؟ إذا بنحل على اللوغاريتم، إذا لا بنحلش على اللوغاريتم، دور على طريقة ثانية. وصلت يا أستاذ؟ تعال، اشتق المقام. مشتقة المقام 3 سين تربيع، مشتقة المقام 3 سين تربيع، هل ممكن يساوي البسط؟ لعبة ثوابت، بقدر ألعب بالثابت. الستة بحللها 2 بثلاث، يلا الاثنين بيطلع برا والثلاث بخليها جوا. 3 سين تربيع على سين تكعيب زائد 4 إبدال السين. حللت الستة لثلاثة باثنين، خليت الثلاث وطلعت الاثنين، هيك الشرط تحقق، صارت مشتقة المقام بتساوي البسط. طيب الآن صارت مشتقة المقام بتساوي البسط، إذن حسب القاعدة لوغاريتم المقام. طبعا لا تنسوا اللي برا التكامل، كثير طلاب بنسى الثابت اللي برا التكامل، اللي بطلع برا التكامل يا محترم بنزل. هلأ هذا التكامل جوابه لوغاريتم القيمة المطلقة للمقام سين تكعيب زائد 4 للأساسها، وبما أنه محدود ما في زائد جيم، من 0 إلى 2. تمام يا أستاذي، تعويض حدود التكامل. يلا، بتحب الاثنين اللي برا عامل مشترك، الله محييك أحسن. يلا تعويض الاثنين، 2 تكعيب 8، 8 زائد 4 12 للأساسها، طبعا مطلق ال 12 12، حتى لو عوضنا وطلع سالب عليه مطلق بصير موجب، اللي جوا اللوغاريتم دايما موجب، مستحيل يكون سالب. ناقص تعويض الصفر لوغاريتم، صفر زائد 4 هاي 4 للأساسها. طب هل هاي الإجابة موجودة؟ لا، مش موجودة بالخيارات. أستاذ شو نعمل؟ بسط، بسط الجواب. أستاذي وكيف بدنا نبسط الجواب؟ قوانين اللوغاريتم يا محترم، قوانين اللوغاريتم. قال إيش؟ بيقول لي أي قوانين أستاذ؟ أهلا، أكلنا هوا. بيقول لي أي قوانين؟ في عندك ثلاث قوانين رئيسية يا أستاذ، ما أنت عامل مراجعة وعامل، خلص هت علينا واعطينا إياهم. طيب ماشي على السريع، الألف لوغاريتم ألف وسنون تساوي نون في لوغاريتم الألف، الأس بيطلع برا. بس لما تحفظوا قانون روحوا وارجعوا. شكو يعني؟ يعني قراب العكس القانون، ارجع فيه رجوع. نون في لوغاريتم الألف، علشان أتخلص من معامل اللوغاريتم برفعه برجع أس. أيوة، روح وارجع. اثنين، توزيع الضرب على الجمع، لو الألف زائد لو الباء، ارجع الجمع برجع لضرب. ثلاثة، توزيع القسمة على الطرح، لو الألف ناقص لو الباء، ارجع الطرح برجع لقسمة. الأس بيطلع برا والبرة بيرجع أس، الضرب يوزع على الجمع والجمع بيرجع لضرب، القسمة توزع على الطرح والطرح بيرجع لقسمة. وصلت يا أستاذ؟ وفي طلاب بيخترع لي قوانين، منين بيجيبها ما بعرف، بيكون هون في جمع، قال الجمع يوزع على الضرب، خذ لك عاد، ولك الضرب هو اللي بتوزع على الجمع، مش الجمع بتوزع على الضرب. تمام، تعال طرح. إذن حسب قوانين اللو، يلا استخدم قوانين اللو. يلا، الطرح بيرجع لقسمه، بصير 2 لو، 12 تقسيم 4 3،
إذن هذا عبارة عن 2 لو 3. رجعنا الطرح لقسمة 12 تقسيم 4 3. دور على الجواب. 2 لو 3. أستاذ ما فيش، مش لاقيه يا أستاذ. طب اهدى، تعصبش، خلي عندك ثقة بنفسك. ها مش ما انتوا بتلقوش الجواب، بتروحوا بتشطبوا الحل وبتعيدوا من أول أبو جديد، عاد والله بيكون حله صح. آه هو لقى الحل بس مش عارف يندل على الإجابة. استعمل قوانين اللو، تخلصني من هذا الاثنين أستاذك وانا اروح فيه، ارفعه بصير أس، عملت لك مراجعة، بصير لوغاريتم 3 تربيع. أحلى إشي فيه طلاب يقول لك 3 تربيع 6، لو 6 خذ لك عاد هذا، 3 تربيع 9، لو 9 للأساسها. أو بعد تقول لي هذا مش موجود، لا يا أستاذ أيوه باء، أيوه الإجابة باء لوغاريتم 9. مين اللي فادني؟ قوانين اللو 100% أستاذ. يلا روح طالع يا أستاذ. مسألة رقم 19، لازم نذكرك قبل ما نحل السؤال، في عنا قاعدة، يلا مراجعة. إذا كان الأس تبعها اقتران خطي، هذه القاعدة فقط إذا الأس خطي. القاعدة بتقول لك اقلب نفس، نعم اقلب ونفس، اقلب معامل سين ألف بتصير واحد على ألف في نفسه، الاقتران نفسه، ها والسالف سين زائد بقى طبعا غير محدود زائد جيم. إذا اقلب ونفسه، اقلب نفس، مقلوب معامل سين في الاقتران نفسه، بس بشرط أن يكون خطي. إذا مش خطي ما إله قواعد، بناخذه بطرق التكامل، تعويض. أيوة يلا تفضل ليون. كمان شغلة ثانية أكمل مراجعتي. آه كمل يا أستاذ. الها مرفوع على الأس لوغاريتم، لوغاريتم مثلا ألف للأساسها، الها بتحذف اللو، الها مع اللو بتطير بيظل ألف. متى ننتبه لها؟ إذا اللي إذا كان الأس تبعها لوغاريتمي، ها مرفوع على أس لوغاريتمي، الها بتشيل اللو بيظل اللي جوا اللو، بس بشرط معامل اللو يكون واحد. طب إذا معامل اللو مش واحد برفعه بصير أس. وصلت يا أستاذ؟ انتهت المراجعة، تعالوا نحل السؤال. فإحنا موضوع مراجعتنا مش فقط إنه الأستاذ حاط لنا 90 سؤال على التكامل يلا نحلهم، لا، إحنا هدفنا المراجعة مش بس حل الأسئلة. مشكور يا أستاذ. ها قوة 2 سين خطي، يلا اقلب 2 بصير نص، مقلوب معامل سين، في الاقتران نفسه، هاي الاقتران نفسه، محدود من 0 للوغاريتم 5. حلو، النص عامل مشترك، قوس، يلا تعويض اللو محل سين، محل سين عوض لوغاريتم 5 ناقص تعويض الصفر، 2 بصفر 0 100%. هون ارفع الاثنين لفوق، اما اوعى الطالب يقول لي الهاب بتشيل اللو، بيظل 2 ب5 10، دير بالك، نص قوس، الاثنين لما برفعه بصير أس، والخمسة أس 2 25، والها قوة 0 1. الآن الها تحذف اللو، شو بيظل؟ بيظل نص في 25 ناقص 1، 25 ناقص 1 24 بنص 12، حول. أين الإجابة؟ دال، هاي دال. طالع يا أولاد، روح لي على رقم 20، روحات. يلا تكامل من 0 لبايعة 3، جيب 3 سين، على 2 ناقص جت 3 سين، ابدال السين. أعطيتك مفتاح لا تضيعه، اختبر اللو، ما دام عندك بسط مقام أعطي أولوية التفكير لللوغاريتم، هاي مشكلتكم بالامتحان، على التعويض، على الأجزاء، كسور جزئية. طب ليش؟ ليش؟ إذا زبط على اللو أسرع لك. سد كيف تذكرها؟ أعطيتك عندك بسط مقام، اختبر الشرط، افحص، شوف لي مشتقة المقام بتساوي البسط ولا لا. طيب اشتق المقام، يلا يلا اشتق لي المقام. ما مشتقة المقام؟ مشتقة المقام يا محترم، طيب مشتقة المقام الاثنين صفر بيروح، مشتقة الاثنين صفر انسى، الزاوية مشتقتها 3، مش تقول لي ثلث، ولا انا قاعد بشتق مش بكامل، مشتقة الزاوية 3، مشتقة الجتا
سالب جيب، وفي برا سالب موجب جيب. هاي مشتقة المقام. في مجال تساوي البسط؟ نشوف. في مجال. طب في ثلاث بسيطة، إذا المشكلة بالثابت بده ينحل عنه. بروح على البسط بضربه بثلاث، تفرج، وبالمقابل بقسم على ثلاث. ايوه، وهيك الشرط تتحقق. العب بالثابت زي ما بدك. ضربنا البسط بثلاث وقسمنا على ثلاث، برا التكامل صار ثلث. لما الشرط يتحقق اللي برا التكامل بنزل ثلث، والتكامل يعطي لوغاريتم القيمة المطلقة للمقام. محدود من صفر لباي على ثلاثة. عوض الثلث عامل مشترك قوس. لما سين باي على ثلاث، يلا ثلاث في باي على ثلاث باي، لأنه الثلاث بتروح مع الثلاث. جت الباي سالب واحد، اثنين ناقص الناقص واحد ثلاثة، هاي له الثلاثة ناقص. تعويض الصفر، ثلاثة بصفر صفر، جت الصفر واحد، اثنين ناقص واحد واحد لوغاريتم الواحد. كم لو الواحد صفر؟ لوغاريتم الواحد صفر. روح، ما خطرت ببالي، ولك هذا لازم تكون حافظه. طب رجع الطرح لقسمي، يلا ثلاثة على واحد بتظلها ثلاث. أعطيني جواب نهائي، ثلث لو ثلاث موجودة؟ إذا مش موجودة برجع أبسط، يا رب تكون موجودة. هيها دال، الإجابة دال. لو مش موجودة برفع الثلث لفوق. تمام، بصير ثلاثة قوة ثلث الجذر التكعيبي للثلاث. تمام يا أستاذ. يلا يا حلوين، المسألة القبل الأخيرة بحصة اليوم 21. اليوم بكون أعطيتكم 22 مسألة. عارفين شو لأخذنا اليوم؟ طيب أنا بقولكم شو لأخذنا اليوم. حصتي في 22 سؤال كانت مراجعة لأول 5 دروس بالتكامل لجميع التكاملات المباشرة. هذولا ما بدهم طرق تكامل، هاي كانت مراجعتي اليوم. بس أول 5 دروس أنا لسه ما خلصتهم. أول 5 دروس أعطيتك جدي التكاملات. كل اليوم حصتنا التكاملات. الحصة الجاي بعطيك اشتقاق، الحصة الجاي بعطيك خصائص، خصائص التكامل. أيوة، فإحنا حصتنا اليوم جميعها تكاملات مباشرة لا تحتاج إلى طرق تكامل، تعويض وأجزاء وكسور جزئية. الحصة الجاي بنأخذ خصائص على التكامل، وبنأخذ إن شاء الله الاشتقاق. طيب مسألة 21، تكامل 1 على سين ضرب سين تربيع زائد 5. تمام، شو هاي أستاذ؟ مش عارف، هيني بطلع عليها قاعد. تعال نعطي الأولوية لللوغاريتم. لو دخلنا سين على القوس شو بتصير؟ بتصير تكامل 1 على سين بسين تربيع سين تكعيب، وسين بخمسة خمسة سين. آها، ذكرتني بمفتاح. يعني هو مفتاح أستاذ؟ أستاذ أنا معيش مفاتيح. طيب إذا كان عندي بالمقام، إذا عندي بالمقام سينتين، يعني ما في حد مطلق. أيوة، خذ أعلى قوة عامل مشترك. هو فعليا العامل المشترك سين، لا هنا العكس، خذ القوة الأعلى عامل مشترك. عندك سين تكعيب وسين، خذ سين تكعيب عامل مشترك. إيش بيظل؟ بيظل سين تكعيب على سين تكعيب واحد زائد خمسة سين تقسيم سين تكعيب، خمسة سين قوة سالب اثنين، لأن الأسس بالقسمة تطرح. سينوس واحد على سين تكعيب سين قوة سالب اثنين، واحد ناقص ثلاث. تمام أستاذ، هاي الفكرة متى نتذكرها؟ في عندي بالمقام سينتين، سين سين، وما في حد ثابت، ما في حد مطلق. خذ سين اللي أعلى قوة عامل مشترك. طب أستاذ شو بستفيد؟ أنا بقول لك، بعد ما تأخذها عامل مشترك ارفعها للبسط. أستاذ أي إشي بالمقام بنقدر نرفعه للبسط؟ بس بشرط الإشارة ضرب. تعرف هون لو في جمع طرح أعوذ بالله بعملهاش، لازم العملية تكون ضرب. طب لما برفع سين تكعيب للبسط، أيوة بتصير سين قوة سالب ثلاث، بنغير الإشارة، على واحد زائد خمسة سين قوة سالب اثنين. أستاذ شو استفدنا؟ سلامتك، صار في علاقة اشتقاق. يلا اختبر الشرط، اشتق لي المقام. ما
مشتقة المقام. الواحد صفر سيبك منه، نزل القوة، خمسة بسالب اثنين سالب عشرة، اطرح واحد ناقص اثنين ناقص واحد ناقص ثلاثة. هل إله علاقة بالبسط؟ نعم. سين قوة سالب ثلاث، سين قوة سالب ثلاث، أستاذ ناقص عندي سالب عشرة. ايه بسيطة، مش بيننا، بتضرب البسط بسالب عشرة وبتقسم على السالب عشرة. سهلة، اضرب البسط بسالب عشرة وقسم على سالب عشرة، وهيك الشرط تتحقق. إذن يا علمي عندي سينتين بالمقام، خذ على قوة عامل مشترك، ارفع للبسط، ثم طبق قاعدة اللوغاريتم. طيب ما دام الشرط تتحقق، يلا اللي خارج التكامل أوعى تنساه، سالب واحد على عشرة. ما دام الشرط تتحقق، جواب التكامل لوغاريتم مطلق، المقام واحد زائد خمسة سين قوة سالب اثنين للأساس ها غير محدود، إذن في زائد جيم. هل هذه الإجابة موجودة؟ نعم جيم، هيا الإجابة الصحيحة جيم، انتهى السؤال. طيب نشوف الآن المسألة الأخيرة، تكامل من باي على ستة لباي على ثلاثة. ثلاثة زائد ثلاثة ضت تربيع السين على ضت السين. أول شغلة، شو اللي جذبك بالسؤال؟ أستاذ اللي جذبني البسط. شو في البسط؟ في حركات يا أستاذ. حركات إيش؟ أستاذ الثلاثة عامل مشترك، وشامم ريحة يا أستاذ متطابقة. يا بي عليك، يلا خلينا أشوفك باي. أما واحد بيقول لك ولا في إشي جذبني، لا حافظ متطابقات ولا إشي. تكامل من باي على ستة لباي على ثلاث، الثلاثة عامل مشترك، بظل واحد زائد ضتا تربيع السين على ضتا السين. يا عيني يا ليلي، يلا والله لنكيف. الواحد زائد ضتا تربيع متطابقة، قتا تربيع. إذن تكامل من باي على ستة لباي على ثلاثة، ثلاثة قتا تربيع على ضتا. شامم ريحة لوغاريتم. اشتق المقام، ما مشتقة الضتا؟ سالب قتا تربيع. ايه في قتا تربيع، الثوابت مش بيناتنا، مش مشكلة، بنلعب فيهن زي ما بدنا. انت يا ثلاثة اطلعي برا. ليش؟ لاني مش بحاجتك اصلا، وجودك عامل ازعاج. يلا شو بيضل؟ قتا تربيع على ضتا، طلعنا الثلاثة لبرا، طبعا محدود من باي على ستة للباي على ثلاثة. مشتقة المقام سالب قتا تربيع، لب السالب طلع سالب، بس تحقق الشرط. إذن ويساوي ناقص ثلاثة لوغاريتم المقام ضتا سين عليه مطلق محدود من باي على ستة إلى باي على ثلاثة. ظل علينا تعويض الحدود، السالب ثلاث خليها عامل مشترك، قوس لوغاريتم. يلا الباي على ثلاث كزاوية تعادل ستين، ضت الستين، أستاذ أنا حافظ الظل، طيب ظل الستين جذر الثلاث، معناته ضت واحد على جذر الثلاث، تمام مقلوب. إذن هي واحد على جذر الثلاث، الضتة مقلوب الظل، طلع الظل وقلبه يا سيدي، الجتة على الجيب برضو بصير. تعويض الباي على ستة، الباي على ستة ثلاثين، ظل الثلاثين واحد على جذر الثلاث، إذن الضتة رح يكون جذر الثلاث ناقص لو لجذر الثلاثة. سكر القوس. هل هذه الإجابة موجودة؟ لا والله أكلنا هوا. طيب بسيطة، معناته نبسط، معناته نبسط مش نشطب حلنا، بسط قوانين اللو. الطرح بيرجع لقسمه، يلا روح طالعة، سالب ثلاثة لو واحد على جذر الثلاث تقسيم جذر الثلاث، طلع علي واحد على جذر الثلاث. الله يبينه، الله يسامحك يا أستاذ. يلا واحد على جذر الثلاثة
تقسيم جذر الثلاث اقلبها بتصير واحد على جذر الثلاث. اخذ لك اياها برا هون. واحد على جذر الثلاث تقسيم جذر الثلاث هيها. الطرح رجعته لقسمه هون اوضح. اقلب المقام يلا. واحد على جذر الثلاث ضرب اقلب واحد على جذر الثلاث يعني بتصير ثلث جذر الثلاث بجذر الثلاث ثلاث. اذا ناقص ثلاث لو جرتم الثلث. يا رب تكون موجودة. ناقص ثلاثة لوغاريتم الثلث. الإجابة ألف. 100% أستاذ. يا عيني عليكم. الحصة القادمة إن شاء الله منكمل من عند رقم 23. كل التوفيق لطلابنا وطالباتنا. يعطيكم العافية. موقع حصص أونلاين، نضع العلم بين يديك.